ما عندوش خيارات، ما عندوش اوبشن تاني يقدر يلجأ له غير المخدر. المشكلة السائدة او الفكر السائد ان الناس دايما شايفة ان المخدرات هي سبب كل المعاناة اللي موجودة. انا في اعتقادي ان الموضوع بالعكس، ان المخدرات نتيجة وليست سبب. يعني لما هنوقف المخدر مثلا عن شخص بيتعاطى هنحبسه، مش هقولك هنعالجه، مجرد ما يتحبس. هل اي حد يعتقد ان المشكلة اتحلت؟ انا في اعتقادي ان المشكلة بدأت مش بتتحل. يعني توقفنا عن المخدرات في المراحل الاولى من العلاج هي بداية المشوار وليست نهايته، ليه؟ لكن اللي وصله ان هو ياخد المخدر بالشكل المفرط ده هي دي المشكلة الرئيسية اللي بنحاول نتوصل لها يعني ونوجد لها حل.